السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوت الإخوة، مرحبا بكم معنا في قناة مشاريع أكادير، قناة للهدف ديالها هو النهوض بمدينة أكادير وإعطاء نفس جديد لهذه المدينة اللي كانت مهمشة من طرف المسؤولين ديال المدينة المتعاقبين على المجلس البلدي، واللي من بعد إرادة الملكية السامية بدات كتحرك. حنا دابا جينا وسط الورش ديال نفق الحي المحمدي، هو هذا. حنا دابا كنجيو كنصورو لكم الأشغال مباشرة، كتشوفو هنا الآلات اللي متخصصين ديال الكومباكتاج والنيفلوز، مجموعة من الآلات اللي متخصصين هنا في الشركة ديال ساكيترا، الشركة ديال ساكيترا اللي هي المقر ديالها مراكش. وكتشوفو هنا معايا الآلات، كاين هنا بوماك، كاين هادي دي في ان ا بي ا سي. نفق الحي المحمدي اللي غادي يعطي واحد الإضافة نوعية لمدينة أكادير، وغادي يفك العزلة على الحي المحمدي. الحي المحمدي اللي كيعرف واحد الكثافة سكانية كبيرة، مجموعة من المنازل، مجموعة من العمارات اللي فيهم الشقق، وفيه واحد الانفستيسمون كبير. وهذا النفق هذا اللي نجزاتو لنا جوج ديال الشركات، الشركة الأولى اللي هي ريجيونال كويك رود، والشركة الثانية اللي هي ساكيترا. الهدف ديال هذا النفق هذا كما قلنا هو فك العزلة على هذا الحي هذا. البارح كنا صورنا لكم سيم بارك والنيفلوز ديالو، دابا راه كاين آلات اخرين هنا، غنحاولو نصورو لكم بزاف ديال الفيديو. كنشكرو الشركة ديال ساكيترا اللي تحدو معنا وعطونا معلومات وخلاونا ندخلو لو شونتيي، وكنتمناو ليهم النجاح والتوفيق في المهمة ديالهم.
إذن بالنسبة لنا فاق الحي المحمدي، بالنسبة للساكنة ديال مدينة أكادير، خاصها تعرف أن هذا نفق الحي المحمدي غادي يدخل ليستوار. علاش؟ لأنه غادي يكون أول نفق سيتم فتحه في وجه ساكنة مدينة أكادير على الخصوص والزوار على العموم، أول نفق في تاريخ مدينة أكادير، وهذا حدث لي هو تاريخي، وأنا شخصيا أهم مجال اللي عزيز عليا هو مجال التاريخ، وبلا تاريخ ما نقدروش نعيشو الحاضر وما نقدروش نعيشو المستقبل. تحية لهاد العمال هادو، وتحية لهاد السيد هذا اللي كيسوق لينا هاد الآلة هادي، تحية ليه. جوا واحد الميساج لواحد الصديق ديال القناة، صديق وفي ديال القناة واللي كنحترمو أنا شخصيا وعزيز عليا بزاف، وبلا ما نذكر الاسم ديالو راه التعليق ديالو راه كاين على واحد الفيديو اللي درت. الصديق ديال القناة اللي قال لنا بأن نورمالمون خصهم بحال هاد الأنفاق هادو يعطيهم للشركات اللي هي كوريا ولا تركيا. اتفق معك، شركة كوريا التركية غادي يكونوا في الجودة وفي الوقت غيكونوا أحسن، ولكن إنفو كان عطيو شركات تركيا ولا كوريا حالة المشاريع هادو، هذا يعني لا حفظك أخويا، هذا يعني بأننا كنحرموا الشركات المغربية أنها تدخل الميدان ديال البي تي بي، وكنحرموا وكنقطعوا الرزق ديال الآلاف ديال العاملين. كما كتلاحظوا معايا في هذا البرج راه عدد العمال ديال هاد الساكيطره هادي راه كبير بزاف، وكما يقول المثل قطعوا الرقاب ولا قطعوا الارزاق. وان شاء الله من القدام الشركات المغربيه ما غايبقاش في هذاك التعطل ان شاء الله، وغادي تولي ان شاء الله ديال الاشغال ديالها في الوقت. وحتى المواطن المغربي راه ولا خلال قنوات متابعة للمشاريع ومنها القناة ديالي، ولا كيدخل هذا الميدان هذا وكيفهم فيه واحد شوية. واخا انا شخصيا ما كما كنقول لكم دائما انا ماشي خبير، غير انا كنقول لكم الحدث من قلب من لو سونتي حسب الامكانيات ديالنا المتواضعة. كما كتلاحظوا معايا في القناة انا راه ما كنديرش المونتاج، داكشي علاش نسبه المشاهدات كتكون قليله، ولكن الهدف ديالنا الاساسي من غير الادسنس راه يلاه دفعنا ليه، واش غيقبلوه ولا ما يقبلوش. واخا ما يقبلوش انا غنبقى نكمل، الهدف ديالي الاساسي هو ان مدينه اكادير تزيد لقدام، هذا هو الهدف ديالنا الاساسي في هذه القناه هذه. اذا هذا هو الشونتي، غنحاول نمشي لبلايص اخرين. بالنسبة إلى بغيتوا الفيديو يطلع خصكم نورمالمون ديروا لنا واحد التعليقات ديالكم، ديروا التعليقات من فوق، غديروا لنا التعليقات راه غادي يطلع الفيديو، والناس اللي مختصين في الميدان يقولوا لنا نوع ديال الأشغال اللي كاينة باش إن شاء الله نزيدوا لقدام. إذا هذا نهاية الفيديو الأول.